بيحصل فيه بريجنانسي، الاسمس ده اللي بيعمله اللور ترانسيت اللي انا بفتح فيها لما بعمل سيزاريا. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ببص الاقي الميكوزا بتاعت هذا السيرفكس الاقي فيه تورت في كلامرا جسيريام وفي جلان ميوكس جلان وبرانشنج ميوكس جلان واكستنسيف ميوكس جلان اللامنا بروبريا لوس ايرور كونكتيف تيشو وفي ماسل لاير انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال لاير. انا يهمني الجلان ده هي الجلاند هي اللي بتفرز السيرفيكال سكريشنز ودورينج البريجنسي هذه السيرفيكال سكريشن بتعمل لي السيرفيكال بلاد ميوكس بلاد تسد السيرفكس عشان تخلي الكافيتي بتاع اليوترس مفصول تماما عن اللي بره خالص، اللي بره فيه انفكشن وفيه بلاوي. ثانيا احد علامات المنستويشن ان ابص الاقي الست تنزل ميوكس بلاد يقول لك في مخاط نزل مني والمخاط دي كريستال زي الكريستال بالظبط وبعدين بيتمط فيرم. دي من ضمن علامات ان حصلت منستريشن او حصل اوفيوليشن حصل اوفيوليشن من ضمن علامات الاوفيوليشن اهي ابص الاقي النيوتر بلاد اللي بيسرب دوت نزل انديكيت ان الست دي حصل لها الاوفيوليشن ودي كاركترستيك في الاوفيوليشن نتيجه الميوكاس ده. فالميوكاس جلاند هي فيري اكستنسيف في هذا الايه؟ السيرفكس. السيرفكس ده مغطى بكولامنر ميسيليوم لكن الاوتر بارت ده هو اللي هو الانترا فاجينال بارت مغطى بستراتيفايد نون كراتينايزد ميسيليوم. استراتيفايد نون كراتينايزد ففي تو كفرنج للسيرفكس من جوه كلامنر ميسيليوم اللي هو من بره اللي هو الفاجينال بارت ستراتيفايد نان كراتينايزد ميسيليوم. الكارسينوما بتاع السيرفكس موست كومن تيجي طالعه من هنا ولذلك تقدر بس تلاقي سكويموس زي الكارسينوما وقليل جدا انها تطلع من هنا وتعمل لي كارسينوما اللي قد لكن كارسنوم بتاع سيرك فيري كومن سكويموس سيل كارسنوم خارجه من الاستراتيفايد سكويموس ابيسيليم نان كارتنايد ابيسيليم اللي كفرنج الاوتر اللي هو السيرفس بتاع الانترا فاجينال بارت بتاع هذا السيرفكس. السيرفكس ده هو كمان موجود في اللامنا بروبريا بتاعته اللي هي في الاستيك فايبرز زائد الماسل فايبرز عشان كده هذا السيرفكس استريتشر جورنج الديسنت على الهيد بتاع البيبي يوسع ليه؟ لان في الاستيك فايبرز موجوده في الاستيك فايبر بتتمط وبعد الدليفري يجي مكرمش وراجع تاني عشان وجود الاستيك فايبرز اللي موجوده في البول بتاع هذا السيرفكس. لها انتيريور وول يعني خدت لاترال
تمام. ده ماسل تيوب، ماسل تيوب. هو بيطلع فاكر ان انا مش هشوف. يعني وبعدين لما قعد عرف ان احنا كلكم شايفين. صح؟ بس حركه كويسه. حركه زي الزفت. Thank you.
السينتر، السينتر فاجيني معمول بالليفيتور الناي ماسك. ده نابس جراوند ازي الفاجين. تحتيه لاترالي نهوت البلفك دايفرام. هذا البلفك دايفرام عباره عن الديب برينيال باوش، عباره عن الفاشيا نهوت برينيال ممبرين، وادي الديب برينيال باوش او اليوروجينتال دايفرام. وبعدين الفيستيبيول بتاع الكمية. ده اللاتراليشن ليها لهذه الفاجينا. تمام. الفيترونال ماسل دي الموست امبورتنت سبورت لليوترس. الفيترونال ماسل هي البرنيال بودي نمبر 1 in supporting uterus و supporting vagina. ايه تاني support لليوترس؟ هبص الاقي اليوترس هو supports number 1 الفيترونال ماسل والبرينيال بودي، number 2 ليجمنتس. هذه الليجمنتس ده هي في ثلاثة ليجمنت طالعة من السيركس والفاجينا وراح للبلد بول. هذا الليجمنت ده هو very strong ليجمنت وترانسفيرس بالعرض جاي من السيرفكس والفاجينا ورايح على اللاترال وول بتاع البلفس. بيسموه ترانسفيرس ليجمنت او بيسموه كاردنال ليجمنت او بيسموه ماكل روتس ليجمنت. كل ده كله اسمه واحد فيري سترونج ليجمنت سبورتنج اليوترس سبورتنج الفاجينا. عيب هذا الليجمنت انه ماشي جواه اليوترس، فلو حصل فيه ترامبولابس وحبيت اصلحه ممكن اعمل انجري لهذا اليوريتر، لان اليوريتر هو داخل جواه عشان يروح للبلاتر. لكن الترانسفيرس ليجمنت او الكاردنال ليجمنت او الماكيروس ليجمنت ده فيري سترونج ليجمنت سبورتنج اليوترس. في ايضا ليجمنت جاي من السيمبسونز بيوبس رايح للسيرفكس، بيوبو سيرفيكال ليجمنت، واحد من الناحيه دي واحد من الناحيه الثانيه، واحد جاي من السيكرا ساكرو سيرفايكال ليجامنت برضه من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه. يوجو سيرفايكال ساكرو سيرفايكال ليجامنتس دي ليجامنتس جايه من ده من قدام وده من ورا، لكن ده من الجنب. The most strongest one is the maxillary ligament. لكن the most important support is the vitreous muscle. في ليجامنت ثانيه زي البرود ليجمنت اللي احنا قلناه ده. برود ليجمنت ده ولا له اي قيمه في السبورت ولا له اي لازمه في السبورت، ده مجرد منظر عباره عن تول لير من البريتونيوم على جانبي اليوترس. الانتيريور وول بتاع البريتونيوم طبعا اللي دي تعمل لير، والتاني من ورا بيصير عليه اتنين لير ماسكين من فوق ويجوا نازلين لتحت فارشين الانتيريور لير اللي طالعه قدام البوستيريور بتجرحها لورا، ويجوا رايحين على الترول بتاع البيلد الانتيرو وول تجرحها قدام والبصير وول، وده برود ليجمنت. والكونتين الترايم تيوب، كونتين الترايم فيسل، كونتين الراوند ليجمنت بتاع اليوترس، وايضا كونتين في سمباثيك وحاجات زي كده. لكن هاز نو روم في السبورت. في كمان الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس. انتوا عارفين ان الاوفري اتعمل اصلا في الايه؟ الابدومن في اللامبر ريجن. ده اليوترس اهو وادي السيرفكس اهو، اليوترس اهو دي السيرفكس اهو وادي الفاجينا اهي وادي الترايم تيوب اهي. الاوبري اصلا اتعمل في اللاين وبعدين كان في جوبرناكيوم. هذا الجوبرناكيوم ده هو كان ماشي في لينجوانا الكنال ورايح ماسك في الليبياس ميجرس. وزي انتوا لو عرفتوا ان الانجوانا الكنال في الفيميل كانت بتتكاري ايه؟ الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس مع الانجوانا النار مع الجنتال برانش اوف جنتال فيمورال النار. هي دي الكونتنت بتاعت الانجوانا الكنال في الفيميل، الراوند ليجمنت اوف ذا يوترس. ده بيسموه الكوبرناكيوم، ليه؟ لان كان ناسك اللور بول بتاع الاوفري وماشي داخل الانجوانا الكنال لغايه السكين في ليبياس بي، هو ده اللي بيشد الاوفر عشان ينزل تحت. الاوفر لما نزل لتحت هنا هو
اليوترس اللي ماشي في الانجوانيا كان رحل السكين ده داون ليجمنت اوف ذا يوترس. لكن الاثنين اصلا كوبرناك كان نازل من فوق بس هو لو اليوتر نزل هذا الليجمنت لزق في اليوترس فاتقسم حتتين راوند ليجمنت اوف ذا اوفري راوند ليجمنت اوف راوند ليجمنت اوف ذا يوترس هاز نو افكت اون سبورتنج اليوترس. لكن هي قيمته الاساسيه انه ممكن يمنتين الانتي فليكشن لان طلع لقدام فبيشد اليوترس لقدام فبيمنتين الانتي فيرتد انتي فليكس بوزيشن اوف اليوترس لكن هاز نو افيشنت اكشن على السبورت اوف اليوترس. البلاس سبلاي بتاع اليوترس زي ما انتم عارفين اليوتراين ارتري هذا الترين ارتري ده برانش من الانترنال ليجاتار بيتبصص على الفلو بتاع الراوندنج يدخل عند الليفل بتاع الانترنال اوسط السابق يدخل ما بين التو لير تورشوس عشان لما يحصل بريجنسي يتشد مش يتقطع ده تورشوس ارتري من هيد لغايه ما يوصل للميديال هاف اوف ذا ترين تيوب انا بقسمه دي مع الفيريان ارتري الترين ارتري وبيدي برانشز اليوترس ستريت برانشز اليوترس بيدي برانشز للميديال هاف بيدي برانشز للسيرفت بيدي ايضا فاجينال برانش للفاجينا هذا الترين هاف بيدي فاجينال برانش لي ثانيا في ناس بيقولوا كمان الاوبيريان هاف بيسبلاي اليوترس وماله زي بعض ما عنديش اعتراض الفين اليوتراين فين ماشي مع الترين ارتري ويروح للانترنال كلير فين انما الليمفاتيك دريش بتاع اليوترس بتختلف ابص الاقي الفانتس دهيت تروح للبارا اورتيك ليوترو بقيت اليوترس اهوت يجي ماشي معاه يروح للانترنال ايليا لينف نود الحته مكان دخول الدراين تيوب ده بيسموها الكورنيو اوف ذا يوترس بتيجي ماشيه مع الراوند ليجامنت وماشيه في الانجوانا الكنال لغايه ما توصل للسوبرفيشال انجوانا ليوترو فاليوترس هتبص الاقي في ثلاث نقط فانتس بتاع اليوترس للبارا اورت على طول البودي بتاع اليوترس والسابق للانتنا ايه الحته بتاعت الكورنيو اوف ذا يوترس دهية بتروح للسوبرفيشال لذلك ممكن كارسنوما اوف ذا يوترس ولاقي في سوبرفيشال انجوانا ليمف نود كبار اعرف ان الكورنيو اوف ذا يوترس دي افكت ذا سايت اوف كارسنوما لان الكورنيو از درين انتو ذا سوبرفيشال انجوانا ليمف نود لو بره اورتيك الفنون فانس انتنا ايه في الفنون وهدي اللي فات الدرينج بتاع اليوترس بالنسبه للفاجينا البلاس سبلاي بتاع الفاجينا اليوتراين ارت وهو طالع قبل ما بيدخل في الكورنيو بيدي الفاجينا ارت ايضا الانتنا ايه ارت بيدي الفاجينا ارت فاجينا ارتري وده فاجينال برانش اوف ذا ترين ارت الاثنين دول ارتيريا سبلاي بتاع الفاجينا اللي الفينس ريت بتاع الفاجينا بتعمل بليكسس بليكسس اوف فينز اراوند الفاجينا بليكسس اوف فينز اراوند الفاجينا وبعدين في الاخر تروح للانترنال هي فين لكن في بليكسس اوف فينز موجود على الوول بتاعت الفاجينا بليكسس اوف فينز مشهوره جدا ده بالنسبه لي